كويز مجموعة من الأسئلة حمدي جاوبني مغير متحام بعرفش مه شبيك تضحك نعرفوهم سويلات شكون تعتبر اليوم أحسن لاعب في تونس حمدي علي معلو أحسن لاعب في تاريخ تونس أحسن لاعب في تاريخ تونس فما برشا الحقيقة باهين مرة سمي لي واحد منهم ممكن بالنسبة لي يعني زبير باي شكون المدافع الأيمن اللي يعجبك في تونس في تونس هاي. حمزة المثلوث أحسن مدافع أيمن في تاريخ تونس طارق ثابت شكون لاعب قوي في زيكمو حمدي لا كفما برشا فما محمد علي برمضان فما وسام الحدادي فما ايمن الطرابلسي وعلي العبدي هذوما نعرفهم الاربعه على تبارك الله معناتها فيزيك ما قويين برشا حتى في كل تيست واحد ديما وانت قريب ولا بعيد من مانيش بعيد برشا اما نحكي لك معناتها تبارك الله كي يعملوا مع التيست بي ما يسكروها ملاعبي كركار ملاعبي كركار في لونترينمون والله ما ملحقي غمر هذه الحاجة هذه ما ركزش فيها بس السؤال هذا نتجاوزه خلينا نركزش برشا في الحكاية هذه باهز شكون الملاعب نصور لعبت معاه بغداد بغداد بونجي. بغداد شوية كركارة ما تبارك الله ما صاب الكركارة كل كيفه اي ما في الماتش خويا ما شاء الله ما جينيرو بافشا فوق تيران ما يظهرش لا تبارك الله عندك غايلين زاد غايلين كيكز مش كركارة ما تبارك الله في الماتش حاجة أخرى غايلين متصور معناتها كي تشوفوا في لونترامون في الماتش ما فهمتش لا يفرق برشا معناتها في الماتش تبارك الله ديما من أكثر الجوار ترا يجري وعنده قلب معناتها تبارك الله حي شكون أحسن مدافع أيمن في العالم؟ في العالم يعجبني أرنولد شكون أحسن لاعب في العالم؟ ميسي شكون أحسن مدرب تونسي؟ فوزي بنزرتي شكون أحسن مدرب في العالم؟ لا إله إلا محمد رسول الله غوارديولا أقرب لاعب ليك؟ محمد أمين بن عمر شكون أقوى جمهور؟ أقوى جمهور؟ ما ركزش الحقيقة الحقيقة والله لا نركز ما مانيش تحب جوكر ولا تقولي ما ركزش لا 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 والله لا نركز معني ما معناتها الحاجة هذه مش مغروم بها برشا مغروم برشا بالكرة من بالجمهور لا أنا أقرب جمعية لقلبك أقرب جمعية؟ ما تركزش ما ركزش نسامحك ما صعيبة ما فما ما الحقيقة ما سامحني كما نقول باهي أحسن بونتو سجلته احسن بونتو سجلته مع ليتوار كونتر بنزرت كيف البونتو باللي صار كدير دارت ودخلت تبع صحيح آه. بونتو تمنيت لو كان انت سجلته بونتو تمنيته سجلته سجلوا من لاعب ياخد كونتر البونتو لانجلتيرا مركا فرجين بينالتي حبيت شو تهنتي وقتها لا ما لعبتوش يعني الماتش هذاك ما كنت حبيت المركي كونتر لونجلتيرا واول ماتش معناتها في كوب دي مون تسمى حاجه به شكون القدوه نتاعك القدوه نتاعي شنو كجوار ولا ك اون جينيرال اون جينيرال نتبع بابا برشاني وانت جاي خمام تقول زعما شنو يسالني لا جمل ما ساعات نعرف خوي سليم اللي ساعتك شهادتك شويه كافيه في هنغرينا كانت هذه الكويس